أخي المزارع، عند رعاية الموز خلال شهر أكتوبر يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: جمع السبطات مكتملة النمو وترك بقية النبات كما هو حتى شهر مارس. يتوجب الاستمرار في وضع السندات للسبطات، ومن المهم إضافة آخر دفعتين من سمات سلفات النشادر أول ومنتصف الشهر. ويتوجب إزالة البزوز الجديدة التي تظهر أولا بأول، ومن الهام فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش. ويتوجب الري تبعا لحاجة النبات مع عدم الإسراف.